تفضل دكتور شريف. Thank you very much وشكرا دكتور إناس ولل ESD ولسانوفي. My pleasure and honor to be here in Hurghada and to be with you all. Let me talk to you about children and adolescents. I have two lectures. I will focus in this lecture about the insulin management and the updates, and the second one about type 1 diabetes at large. So, this is the outline of my lecture, and this is sponsored by Sanofi. I will talk about type 1 diabetes, the prevalence and the challenges, the common fears and myths about insulin, the clinical outcomes and the glycemic targets in children and adolescents with type 1 diabetes. I will touch on the prandial insulin and the basal insulin and the important criteria that we aim for our children. And I will review the important tips in the guidelines and the research evidence from randomized control trials, especially the Edition Junior trial focused on children. This is the IDF Diabetes Atlas 2021, mentioning that the prevalence of type 1 diabetes, 1,200,000. And these are the studies locally done in Egypt in the age from 0 to 19 years, the prevalence about 12 in every 100,000, with a 3% rise every year. And again, this is from the Atlas, هما بيمنشن إنه في أفريكا في حوالي 50,000 children and adolescents with type 1 diabetes. إنما الحقيقة الستاتيستكس من مصر فعلا from Egypt بس اللي بيتابعوا في الهيلث انشورنس سيستم more than 40,000. وبالتالي الستاتيستكس اللي reported دي are probably under reported. We have more numbers and with increasing incidence in children and adolescents. في lifelong challenges بنقابلها واحنا بنتابع الاطفال دول, المالتيبل daily insulin injections, the frequent pricking for self blood glucose monitoring, the dietary restrictions and lifestyle modifications اللي بنطالبهم بيها, البردن بتاع الاكيوت والكرونيك complications على الاهالي وعلى الاطفال دول, ودي التارجتس اللي حضراتكم كلكم عارفينها سواء النايس او الاسباد او الاي دي اي جايد لاينز, مش هكررها تاني لانها ذكرت مرارا وتكرارا, ولكن دايما بقول اتس نوت ايزي تو اتشيف ذيس تارجتس. اذا كان مش ايزي في الادلتس فهو اكتر منه في الاطفال, بيكوز اوف ذا جروث, بيكوز اوف ذا فاريبل exercise and eating patterns, the physiologic and the psychologic burden of the disease, the difficult diabetes care in school, the critical cognitive development with fear of hypoglycemia اللي بيخلي الاهالي تتسامح قوي في الليفلز وخوفا من الهايبوغلايسيميا, وطبعا الديبندنس على الكيررز والبيرنتس. الأطفال بتتميز بهاير جلوكوز فاريابيليتي بفريكوينت هايبوغلايسيميا, من كتر الفريكوينسي اوف هايبوغلايسيميا بيدخلوا بالفعل في هايبوغلايسيميا ان اويرنس, وطبعا بنبقى خايفين جدا من الليجاسي ايفكت والباد ميتابوليك ميموري, لانه لو ما حصلش ادجستمنت فروم ذا فيري ايرلي اللونج تيرم كومبليكيشنز هتبقى اكتر واكتر, وده طبعا حضراتكم عارفينه من الدي سي سي تي ترايلز والاديك ترايلز اللي قالت انه الجود ادجستمنت اوف ذا ميتابوليك كنترول سينس ذا ايرلي diagnosis of diabetes هي المسؤوله عن الديكريس اوف ذا كومبليكيشنز اوف diabetes. الهايبوغلايسيميا ما حدش قادر يمنعها ابدا, يعني حتى التايمين رينج بيقول يكون اقل من 5%. واتيفر الهيموجلوبين اي 1 سي كام, الهايبوغلايسيميا از ستيل ذير, بس احنا واجبنا تو مينيمايز ذا هايبوغلايسيميا اند تو مينيمايز اتس ايفكت. واكتر احنا ازاي بنشجع الاطفال دول والادوليسنس ان هم يمارسوا الاكسرسايز, وساعات بيخافوا جدا من الاكسرسايز وبالتالي الموضوع بيبقى عايز ادجستمنت. الجلوكوز فاريابيليتي طبعا الكل اكد عليها وقد ايه ان هي ريليتد تو ذا كومبليكيشنز تو ذا موربيديتي اند ذا مورتاليتي, عشان كده الجايد لاينز بتقول لو بنعمل سيلف بلاد جلوكوز مونيتورنج لا يقل عن 6 الى 10 مرات في اليوم
to minimize risk of hypoglycemia وعلشان to achieve a better outcome. وإذا توفر طبعا السي جي ام ده بيكون أفضل. وطبعا دكتور عمرو عبد الوهاب اتكلم عن التايم رينج باستفاضة امبارح. وخليني بس كيعني عشان كان في تساؤلات امبارح عن السي جي ام وعن الفلاش جلوكوز مونيتورنج وشكل الجهاز وازاي انه بيساهم في انه فعلا نقدر نتابع الاطفال دول ونشوف الكيرف زي ما حضراتكم شايفين. اللون الازرق ده هو الرينج التايمين رينج وبنشوف الجرافس لانه السنسور ده بيقيس على مدار 24 ساعه انما يمكن مش بيقرا غير لو عملنا سكاننج. مش بس كده الحقيقه لا ده كمان بيساهم انه بيدينا اروز يعني غير ان الرقم ايه بيقول لنا يا ترى الجلوكوز هل هو ستيبل ها ولا هل هو رايزنج كويكلي ولا رايزنج سلولي ولا فولينج slowly ولا falling quickly. وبالتالي الأم بتقدر أو الطفل لو هو adolescent بيقدر ياخد predictive actions قبل ما المشكلة دي تحصل. مش بس كده لا ده كمان بيقرأ لنا timing range وبيقول لنا هل الطفل ده قد إيه من الوقت في timing range قد إيه above the range قد إيه below the range. كمان نقدر ندخل ونشوف الهايبوغلايسيميك ايفنتس اعدادها وبتحصل امتى بالظبط بحيث انه يبقى فيه يعني كوركتيف اكشنز وادجستمنتس وكلينيكال بيد سايد دايجنوزز للبروبلمز وبالتالي نقدر ناتشيف بيتر وان اوفركم التشالنجز اللي احنا بنقابلها في الاطفال دول. وطبعا ممكن نداونلود الريبورتس برضو دي اتكلمنا عليها امبارح فانا مش هعيدها تاني بس باكد عليها وباكد ان كل الجايد لاينز دلوقتي بتقول الكلام ده سواء الاي دي اي جايد لاينز او الاسباد جايد لاينز والستاديز كمان بتقول يعني زي ما حضراتكم شايفين ده بروسبكتيف مالتي سنتر سنجل ارم نون انفيريوريتي ستادي اتعمل في التشيلدرن والتين ايجرز بيقول ان احنا لو زودنا التايم ان رينج باي 1 اور بير داي ده بيقلل الهيموجلوبين اي 1 سي باي 0.4% بيقلل الديلي فينجر بريكس وبالتالي بيقلل الالم وبيخلي الاطفال دول مور كومبلاينت تو ثيرابي. وكمان لو ادوليسنت هو بيبقى مسؤول عن تظبيط سكره فبنديه الامباورمنت ان هو يبقى موتيفيتد انه بالفعل يوصل للميتابوليك كنترول. كل ده ليه؟ كل ده عشان نمنع الكومبليكيشنز اللي احنا كلنا عارفينها. فلو جينا ندخل بقى في البيلرز اوف مانجمنت اوف تايب 1 دايابيتس الاهم طبعا والستار هو الانسولين وهو ده الفوكس بتاع كلامنا. بس طبعا هو مش لوحده هو مع الميديكال نيوتريشن ثيرابي مع الريجولر اكسرسايز ومع المونيتورنج اوف ذا بلاد جلوكوز. لو حضراتكم حضرتوا معانا البيدياتريك دايابيتس كلينكس هتلاقوا الاهالي مرعوبين من الانسولين دايما يقولوا هو ما فيش بديل للانسولين طب ما فيش اورال دراجز انهيليشن طب الانسولين از ات فور لايف Is it only for food? هل كل أنواع الأكل لازم أدي عليها إنسولين؟ طب can we decrease the number of insulin injections per day? طب أنا ابني بيلعب رياضة. How can I prevent hypoglycemia during exercise? وساعات منهم يحاولوا يسكيب الإنسولين injections في السكول. طبعا دكتور إيناس اتكلمت على psychological burden في بعض أطفال مش بتقول في المدارس إن عندها سكر وبالتالي مش عايزة تاخد إنسولين في المدرسة سواء بقى علشان ما يبقوش labeled أو سواء هم خايفين برضو إن يدخلوا في hypoglycemia. والاهالي ساعات يقولوا my child frequently skips the insulin doses او انه برغم ان بندي الانسولين السكر طالع نازل والفاريابيليتي عاليه جدا او ان الولد او البنت ايديه ورمت وحصل له لايبو اتروفي او لايبو هايبرتروفي وازاي نقدر نادجست الانسولين. كل دي أسئلة. ومش بس كده ده الخرافات بقى اللي بيقعدوا يقروا عليها في الإنترنت إنه في بديل وداعا للإنسولين إنه الطفل لما يكبر أنقله على أورال دراجز إن أنا لو الطفل أخذ الإنسولين جسمه هيتعود عليه إنه ممكن يجيب له كومبليكيشنز إنه ممكن الإنسولين يبروموت إنسولين ريزيستنس. كل دي ميثس. أو إن لو ما كلناش ما ناخدش إنسولين ده أنا ابني بياكل مرتين وبالتالي بدي الإنسولين مرتين بس أنا ابني أو بنتي بيهبطه فببطل إنسولين أو إن البنت الأدوليسنت بتجين ويت فبتسكيب الإنسولين. كل دي على فكرة مخاوف من الإنسولين ومحاولة لتفادي الانسولين انجكشنز.
او ان الشايل سيك وبيرجع وما بياكلش فمش قادره اديله انسولين. وبالتالي دايما احنا بقى بنطمنهم. دي بقى المسج الايه الرياكشن بتاعنا بقى اللي احنا نطمن الاهل. الانسولين ده حاجه جميله. اتس ا لايف سيفر، اتس ا فيول بروفايدر. ودي صور الاول اطفال اخذوا الانسولين بينهم شهرين بس. بصوا حضراتكم الطفل استرد صحته وجيند ويت. انما مع الاسف زمان بقى ها من 100 سنه واحنا بنحتفل ب 100 سنه انسولين، الاطفال صحيح عاشوا ما ماتوش وزادوا في الوزن، انما they are miserable، ها bad quality of life. مع التطور الهائل اللي حصل بقى ابتدينا نشوف لا ده بقى ناس في الرياضه وابطال في الرياضه وكاس العالم والاولمبياد ورئيس الوزراء في اليونايتد كينجدم عندها تايب 1 دايابيتس، واللي بيتسلق قمه اعلى جبل في اوروبا، وملكات الجمال في امريكا. اذا مع الادفانسز اوف ذا انسولين ابتدت اللايف ستايل تبقى باتر، ابتدى الكواليتي يبقى افضل، ابتدينا نقول السكر صديق وليس مرض. Why? Because insulin is an anabolic hormone. هو اللي بيساعد على الجلوكوز uptake by the cells, glycogen synthesis, protein synthesis, تظبيط الايونز كلها والجلايكوجين synthesis في الليفر. وبالتالي وجوده هو anabolism، وعدم وجوده او لو الطفل ده under insulinized خايف من الانسولين، الكواليتي اوف انسولين از نوت جود، هيدخل in a state of catabolism. So this is the message we are giving to the children and their families. ودي الجايد لاينز اللي بتقول لنا طيب هو الانسولين حاجه جميله جدا، بس which type of insulin, which dose, امتى وازاي. هو ده المهاره. Insulin treatment that mimics the normal physiologic pattern as closely as possible remains the cardinal principle for treatment of type 1 diabetes. فهو طول مهم جدا اذا احسن استخدامه. الجايدلاينز بتقول لنا ايه؟ الاسبات جايدلاينز بتقول لنا اوعى تستخدم البري ميكسد انسولينز في التايب 1 دايابيتس كله، اطفال وكبار، وده طبعا حضراتكم على علم بيه. وبتقول لنا ان البيزل بولس ثيرابي از ذا موست كونفينينت اند اكسبتبل كوست. والله لو توفر الانسولين بامب ثيرابي از ذا بيست، ولكن مش كل الناس محتاجه بامب، وكمان الكوست بتاعها عالي. وبالتالي احنا عندنا انسولينز كتير موجوده في الماركت. عندنا البيزل انسولينز الهيومن انسولين، وعندنا اللونج اكتنج انالوجز زي ما احنا شايفين، عندنا الشورت اكتنج هيومن انسولين، وعندنا النيولي انتروديوسد او اللي احنا دلوقتي بقت متوفره للاطفال ايفن في التامين الصحي، ذا رابيد اكتنج انالوجز. تعالوا نشوف كده كيس سيناريوز من اللي بتجيلنا فعلا في العياده، ونشوف ازاي نعظم استخدام الانسولين بالطريقه المثلى اللي احنا نعمل بيها افكتيفنس ونعمل بيها كمان سيفتي لهؤلاء الاطفال. علي سنه 12 سنه وعنده سكر بقاله 6 سنين، وجاي لنا العياده يشتكي من هايبو وهايبر جلايسيميا. هو بيحاول يعمل سيلف بلاد جلوكوز مونيتورنج، بنعلمه الكارب كاونتنج، بيحاول برضه يعمله، بيقدر يحاول يعمل اللي عليه وبيبراكتس سبورتس، بس ايه هو ماشي على شورت اكتنج هيومن انسولين 15 يونتس افتر ميلز، وماشي على جلارجين 125 يونتس توايس بير داي، لان لما استخدمه مره واحده لقى ان الفاستنج دايما بيبقى عالي. ولما جه لقينا الهيموجلوبين اي 1 سي 9% وابتدى يدخل في مايكرو البومينوريا. طبعا طلبنا منه ان هو يقدم لنا اللوك بوك بتاعه، بس استدعي حضراتكم بص كده على قرايه 3 ايام، واسالكم كده واستاذنكم اللي موافق على اجابه من الاجابات يرفع ايده. تفتكروا الفاستنج جلوكوز ليفلز كله عالي؟ هل في داي تايم ان نوكتشورنال هايبوجلايسيميا؟ هل كل البري ميل جلوكوز ليفلز هاي؟ هل كل البوست ميل جلوكوز ليفلز هاي؟ ولا في high variability in glucose readings post meals and in the dawn في الفجر. فعلا اللي بالاحمر ده daytime and nocturnal hypoglycemia، وفي فعلا السكر طالع نازل high variability in the glucose readings بالذات post meals و dawn. طب تفتكروا حضراتكم الحل نعمل ايه لعلي؟ نزود الدوز اوف ذا نايت بيزل انسولين، ولا نزود الدوز اوف ذا مورنينج بيزل انسولين عشان في السكر عالي في اخر اليوم، ولا
نقلل الدوز اوف ذا نايت بيزل انسولين عشان بيحصل هايبوغلايسيميا في الفجر، ولا نأجست الدوز اوف ذا برانديال انسولين، ولا نغير البرانديال انسولين؟ What is the best answer؟ ممكن يبقى في اجابات كثيره صحيحه، ولكن زي ما احنا شايفين، زي ما احنا تعودنا، الفاستنج معقول وقبل الميلز معقول، والمشكله مينلي افتر ميلز، وبالتالي غالبا المشكله في البرانديال انسولين. فلما جينا سالنا علي لقينا فعلا او بصينا على قراياته عنده variability of the blood glucose levels، عنده هايبوغلايسيميا ان اويرنس، ومن كتر خوفه من الهايبوغلايسيميا ساعات بيسكيب الانسولين، ويمكن ده التفسير ان الهيموجلوبين اي 1 سي عالي. الهيموجلوبين اي 1 سي بالفعل عالي، وبعدين هو بياخد هيومن انسولين، وانتوا عارفين ان الهيومن انسولين ده المفروض انه يتاخد قبل الوجبه على الاقل بنص ساعه، ولازم يتبعه سناكس بعد الميلز، هو اللايف ستايل بتاعه ما بيقدرش ياخد هذه السناكس، وبالتالي هو كمان عنده هكتك لايف سكيدجول، ومش ونفسه في نوع من الانسولين يبقى فلكسبل شويه في التايمنج بتاعه. وبالتالي ده الايفيدنس بيزد ابروتش اللي احنا بنقول وي هاف تو كاستمايز اكوردنج تو ذا بيشنت بريفرنس، يعني ذا بيشنتس فاليوز اند بريفرنسز ار امبورتنت. دي الانواع اللي ماشي عليها علي، هو ماشي على الريجولر وماشي على الجلارجين توايس بير داي. احنا طبعا في موقف زي علي لا، ده احنا عايزين نوع انسولين بيشتغل اسرع from 5 to 15 minutes، انه لو يعني دايما بنقول ان الانسولين is better to be taken before meals، انما اذا الستايل حياته منع انه يعمل الكلام ده، وبالذات نص ساعة قبل الوجبات، اتليست لو خد في نص الوجبة او بعدها ما يبقاش فيه تأثير كبير، ان البيك يكون بعد ساعة عشان يماتش الجلوكوز اكسكيرشنز، وان يكون الديوريشن اقل من 5 ساعات، علشان لو علي ما خدش سناكس ما يدخلش في هايبوغلاسيميا بوست ميلز، وبالتالي لما نيجي نقارن فهنلاقي ان هو افضل له انه ياخد رابيد اكتنج انسولين انالوج زي الجلوليزين فور اكزامبل، اللي هو الانست از 0 to 15 minutes, the peak effect 30 to 90 minutes, while duration is less than 5 minutes. ويمكن دي الستاديز اللي بتثبت ان الانسولين جلوليزين has a fast onset of action and flexible dosing window. وانه ممكن يبقى associated with lower glucose levels during the first hour after a standard meal. So maybe the best action في حالة زي علي انه هو short acting insulin is not suitable and we should shift to the rapid acting analog, ولكن we should provide diabetes education sessions، لانه طبعا هذا ليس هو الفاكتور الوحيد اللي بيضمن الميتابوليك كنترول، في فاكتورز اخرى بنخلي بالنا منها واحنا بنتابع الاطفال دول. اول حاجة ان احنا بنحاول نميمك الفيسيولوجيك انسولين سكريشن، اللي هو الانسولين is secreted every 10 minutes، وانه غالبا it's 50% prandial and 50% basal، so we should always revise the doses of the patient وقد ايه basal وقد ايه prandial بياخده، زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. كمان لازم دايما بنقول للطفل ده يروتيت السايتس اوف انسولين انجكشنز، لانه كثير من الاحيان اللي بيحصل لايبو اتروفي ولايبو هايبرتروفي، كمان انه السايتس دي بتختلف في الرابيديتي اوف ابسوربشن، دايما بنفضل البرانديال انسولين يتاخد في الابدومن والارمز عشان رابيد ابسوربشن، واللونج اكتنج يتاخد في الثايز والباتوكس عشان بتبقى more slower absorption، وعشان نتفادى المناظر دي اللي هي في الحقيقة بتكون سبب مهم جدا من أسباب الـ variability of the blood glucose نتيجة الـ changes اللي بتحصل subcutaneously للأطفال دول. كمان مهم جدا بنعلمهم وبنحسب لهم الـ insulin sensitivity factor، اللي هو how much blood glucose is lowered by one unit of short or rapid acting insulin، عشان يقدروا يصلحوا السكر العالي. والإكويشن اللي بتساعدنا في الحساب إن إحنا بنقسم 1800 على التوتال ديلي دوز، يعني لو حد مثلا الدوز التوتال بتاعه 60 يونتس هنقسم 1800 على 60 يبقى 30، يبقى كل 30 زيادة في السكر بيدي اكسترا دوزز تو أدجست البلد جلوكوز.
كمان كتير في الادوليسنس اللي عندهم انسولين ريزيستنس وي مي يوز ميتفورمين ان كومبينيشن وذ انسولين. وده يمكن سيستماتيك ريفيو ان ذا كوكرين لايبرري كنت عملته واثبت انه ده فعلا بيفيد الاطفال دول في الادوليسنس. كمان بنعلمهم هاو تو دو ذا كارب كاونتنج على اساس ان البرانديال دوزز اوف انسولين دي ار نوت فيكسد ان تشيلدرن. They should change with the amount of the carb in the meals and change بالقراءات السابقة للسكر قبل الأكل. لو جينا لسيناريو تاني زي أحمد اللي سنه 14 سنة وعنده type 1 diabetes for 8 years وبرضه جايب high variability, hypos و hyper وبرضه بيحاول يعمل الجايدلاينز اللي بنقول عليها. المرة دي هو ماشي على rapid acting analog ولكن ماشي على NPH في الثايز وفي الباك والتوتال ديلي دوز 1.2 يونت بير كي جي بير داي وجاي الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 7% وهو بيقول ازاي الهيموجلوبين اي 1 سي از نورمال ولكن قرايات السكر طالعه نازله. ودي بالفعل تم مناقشتها كتير قوي في خلال النهارده وامبارح. نبص مع بعض على اللوج بوك كده ونشوف القراءات واسال حضراتكم برضو شايفين من القراءات بتاعته هل الفاستنج جلوكوز ليفلز كله عالي ولا بعضه عالي وبعضه نورمال وبعضه بالعكس واطي؟ هل في هايبوجلايسيميا نوكتشورنال اند داي تايم؟ هل البري ميل جلوكوز ليفلز هي اللي فيها مشكله ولا البوست ميل جلوكوز ليفلز اكتر؟ وهل في هاي فاريبيليتي ولا لا؟ المره دي فعلا في داي تايم ونوكتشورنال هايبوجلايسيميا وفي هاي فاريبيليتي، انما الحقيقه المشاكل مينلي بيفور ميلز مش افتر ميلز، وده يمكن بيخلينا نفكر في مشاكل البيزل انسولين ونسال نفسنا يا ترى هو بياخد ام بي اتش، يا ترى نزود الدوز اوف ذا نايت علشان نعالج الهايبرجلايسيميا اللي موجوده فاستنج ولا بالعكس نقللها عشان في هايبوجلايسيميا الصبح او في الفجر. يعني كل الاكشنز دي متضاربه مع بعض. نعمل ايه؟ نأجست هل المشكله في البرانديال ولا المشكله في البيزل؟ بسال حضراتكم هنا المره دي المشكله في البيزل. غيرنا ال 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 احمد على جلارجين 100 وادينا له 22 يونتس. الموقف زي ما حضراتكم شايفين يمكن اتحسن شويه بس لقينا برضو ستيل في بري ميلز او في النص الثاني من اليوم السكر بيعلى. فهنا الحل يا اما في معظم الاحيان في الاطفال دول بندي a second dose of جلارجين 100 يا اما نغير التايب اوف ذا بيزل انسولين. ولما رجعنا لاحمد قال لا انا مش عايز ازود ابدا عدد مرات الانسولين انجكشنز واشتكى ان الانسولين له painful انجكشنز ونفسه في flexibility of the timing of the insulin injection وعايز يعني يضيع الفاريابيليتي اوف ذا بلاد جلوكوز ليفلز اللي موجوده بالذات ان هو عنده هايبوجلايسيميا ان اويرنس وبيخاف جدا جدا لدرجه برضه بيسكيب الانسولين انجكشنز. وبالتالي ستابيليتي باترز وين بريسكرايبنج بيزل انسولين انالوج فور بيشنتس. احنا عايزين الفاريابيليتي نقللها، عايزين الهايبوجلايسيميا نقللها، وعايزين البيشنت يبقى ادهرنت وكومبلاينت وما يخافش من الانسولين. ودايما بنقول البيزل انسولين ده لا يقل اهميه ابدا عن البرانديال انسولين لانه بيكفر الانرجي والميتابوليك نيدز اوف ذا بودي، بيكيب الانابوليك ستيت اوف ذا بودي، بيبريفنت الكاتابوليزم، بيبريفنت الكيتوجينيسيس، بيبريفنت الجلايكوجينوليسيس وجلوكونيوجينيسيس، بيبريفنت الدي كي اي. مجرد دوز واحد من البيزل انسولين الطفل ما ياخدهاش نبص نلاقي الاسيتون على طول ظهر وممكن المواضيع تتطور الى دي كي اي. وبالتالي لما نكون بنختار عايزين ايديال بيزل انسولين بنبقى عايزين يتميز بالافيكاسي، يا ريت الديوريشن يكون مور ذان 24 اورز فور بيتر كنترول اوف ذا بلاد جلوكوز، انما كمان مهتمين جدا بالسيفتي، عايزين له يكون له فلات تايم اكشن تو هاف ليس هايبوجلايسيميا، يا ريت يبقى في predictability less day to day and within day variability، وكمان يا ريت يبقى في convenience and flexibility of the dose timing for better adherence of the patients. Back to أحمد. أحمد مش موافق ياخد 2 daily basal insulins وبالتالي عايزين له basal insulin with a longer duration of action. عنده hypoglycemia and awareness. We need a basal insulin with flat peak less hypoglycemia. He has hectic life schedule
with non-compliance to fix the timing of the doses. We need a basal insulin with more flexibility in the timing of the doses and high variability. So we want to choose a basal insulin with less variability. Let us go now to the glargine 300 and see the structure and the research evidence. هو similar to the structure of the glargine 100 ولكن هو نفس units in third of the volume. The more concentrated insulin غير في الفارماكوكينيتكس والفارماكوداينامكس فخلاه more stable with a prolonged duration of action beyond the 24 hours. والحقيقه لما بنيجي نقلب from glargine 100 لglargine 300 بتبقى غالبا 1-to-1 ويمكن ده مثبت بالستدي ستيت ستدي in the type 1 diabetes double blind randomized treatment two period two sequence بي compare الجلارجين 300 بدوس 0.4 بجلارجين 100 بدوس 0.4 unit per kg. الاذر arm كان بياخد دوز اعلى شوية 0.6 unit per kg وبعدين حصل wash out period وحصل cross over اللي خد ده اخد ده واللي ده اخد ده اخد ده. لقينا ان احنا لو ادينا 1-to-1 the same dose بالعكس الجلارجين 300 كان له more stable and prolonged beyond 24 hours لما قارنا الأخضر زي ما حضراتكم شايفين هو الجلارجين 300 والأزرق هو جلارجين 100. كمان when administered in the morning or in the evening ما فرقش وبالعكس it's a more constant glucose profile with the glargine 300 زي ما حضراتكم شايفين برضو هنا ان هو more constant الفاريابيليتي اقل والفلكتويشنز اقل سواء اتاخد في المورنينج او الايفينينج وبالتالي بيدي مور فلكسبيليتي للاطفال ان هم يقدروا يبقوا مور كومبلاينت ويادجست الانسولين تايمينج اكوردنج تو ذير لايف ستايل. كمان الجلارجين 300 اثبت ان هو بهذه الاستدي الويذين داي فلكتويشن از ليس باي 20% والـ CGM data أثبتت أنه there is less within day fluctuation by 50%. إذن هي دي كل الفاكتورز اللي احنا بنقيم for in a basal insulin in a duration يكون more than 24 hours وبالتالي نقدر ندي once daily injection ويبقى فيه flexible injection timing flat pharmacokinetic and pharmacodynamic profile وبالتالي lower risk of hypoglycemia low variability in the insulin exposure and action وده بيفاسيليتيت الانسولين titration. Let me also discuss with you the results of the Edition Junior study which studies the efficacy and the safety of insulin glargine 300 versus insulin glargine 100 unit per ml في الاطفال. يعني دي فعلا study كانت بتقارن الفيرست جنريشن بالسكند جنريشن بيزل انسولين فعلا في الاطفال والادوليسنس من سن 6 الى 17 سنه وكانت مالتي سنتر ستدي اتعملت في 24 كونتريز وزي ما حضراتكم شايفين كان السكريننج 2 ويكس وبعدين اوبن ليبل تريتمنت بيريد فور 52 ويكس. كانت بتقارن الجلارجين 300 once daily بالجلارجين 100 once daily ثم في post treatment period about 4 weeks. كان ال primary endpoint it's a non-inferiority study بتقارن الهيموجلوبين A1C change from the baseline to week 26 وكمان كان ال secondary endpoints بتاعها بتشوف ال change في ال fasting plasma glucose from the baseline to week 26 well percentage of participants reaching a target hemoglobin A1C اللي هو less than 7.5% او ان الفاستنج يكون اقل او يساوي 130 ملي جرام بير ديسيليتر. كمان اهتمت جدا انها تدسكس وتستدي السيفتي اند بوينتس زي الهايبوغلايسيميا زي الهايبرغلايسيميا with ketosis والاذر ادفرس ايفنتس and these are the results. The glargine 300 met the primary endpoint of non-inferiority زي ما حضراتكم شايفين to glargine 100 as regards the reduction of hemoglobin A1C at week 26. كمان كان في lower incidence of severe hypoglycemia by 32% and lower incidence of hyperglycemia with ketosis less by 46%. وبالنسبة للsafety issues, there were no safety issues identified with respect
to adverse events and standard safety parameters. So, على أساس هذه الستادي, the FDA expanded the indication of Toujeo or Glargine 300 to include children as young as 6 years of age, type 1 or type 2 diabetes, لأن الستادي دي تعملت من سن 6 إلى 17 سنة. وإن أكتوبر, the EMA have endorsed the use of and the approval of Toujeo from 6 years and older with diabetes. ده طبعا بالإضافة للإن رينج ستادي اللي هي امبارح دكتورة ولاء قالت لنا على الريزلتس بتاعتها, اللي كانت بتكمبير the second generation basal insulin analog Glargine 300 with degludec 100 in persons with type 1 diabetes using continuous glucose monitoring, اللي هو بقى الستاندرد دلوقتي في الستاديز, واللي اثبت ان في non inferiority between the two products. لو جينا بصينا لل very recent بقى guidelines ال ADA 2022, بتستعرض كل, على فكرة, الأوبشنز اللي اتكلمنا عنها موجودة, يعني مفيش حاجة اتلغت, بس مقارنة بقى مين اللي بيدي مور فلكسبيليتي, مين اللي بيدي لس هايبوغلايسيميا, ومين صحيح على حساب الكوست, بس الحمد لله ان احنا عندنا في بلدنا الهيلث انشورنس ايه مغطية ده, اللي هو الام دي اي باستخدام اللونج اكتنج انسولين انالوج والرابيد اكتنج انالوج واللس بريفيرد الترناتيف انجكتد انسولين ريجيمنز. الحاجات الثانيه بقى الام دي اي وذ ام بي اتش مع الرابيد اكتنج, او الام بي اتش مع الشورت اكتنج, او الام بي اتش مع الشورت اكتنج. كلما نزلنا تحت بقى الفلكسبيليتي قلت, الهايبوغلايسيميا زادت, وصحيح الكوست بيقل بس على حساب الافيكاسي وعلى حساب السيفتي. بصوا حضراتكم تحت طبعا البامب اللي يبقى افوردبل واللي تبقى يعني مناسبه ليه, ولكن برضو عايزه اقول يمكن البامب اللي هي الهايبريد كلوز لوب تكنولوجي اللي هي معاها سنسور, هي دي اللي يمكن تفوق الام دي اي وذ لونج اكتنج اند رابيد اكتنج انالوج. انما لو بامب عاديه وما معهاش سنسور, بصوا حضراتكم الجايد لاينز حاطه لها الثلاثه بلس زيها زي ايه؟ البيزل انسولين, انا البيزل بولس ثيرابي. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه احيانا بعض الناس وبعض الاهالي بتحبط قوي ويتهيأ لهم ان الانسولين بامب ثيرابي هي الحل الامثل وهي السحر وهي الماجيك وهينسوا ان عندهم دايابيتس. هي بالعكس, لو انا استخدمت البيزل بولس بس appropriately for the proper person with the proper doses with the proper timing and with the proper regimen, ممكن جدا تبقى مماثله للبامب لو البامب ما هياش اوتوميتد ومعاها السنسور. صحيح ان الانسولين بامب اوكي خلاص اتس ماي لاست وورد, يعني صحيح ان الانسولين بامب بتميمك ذا فيسيولوجيك انسولين سيكريشن ماتش مور, بس في الحقيقه دي لو هي اوتوميتد, وده المنظر بتاعها, ويمكن يجي وقت نتكلم في التكنولوجي بالتفصيل اكتر. انما البامب ثيرابي ليها ديس ادفانتجز, عايزه بروبلم سولفينج, ممكن يبقى في هاير ريسك اوف دايابيتيك كيتو اسيدوزز, it is expensive, requires training and mastering new skills. بعض الاطفال ما بتحبهاش لانها بتبقى labeled, او تقعد تدي alarms قدام الناس وهو مش عايز يبقى labeled, وبالتالي مش دايما بتكون هي الحل الامثل لكل الناس. So Mr. Chairman, dear colleagues, these are my conclusions. In children and adolescents with type 1 diabetes, basal bolus insulin therapy is the most convenient and is the standard, or the hybrid loop continuous subcutaneous insulin infusion. We should choose the type of insulin whose pharmacodynamics and pharmacokinetics mimic as closely as possible the physiologic insulin secretion, whether the basal or the prandial insulin. Always the rapid acting analogs like glulisin is more preferred in children for the less incidence of hypoglycemia and the less duration of action. Glargine 300 have been approved by the FDA and endorsed by the EMA from children 6 years and older. CGM helps to improve outcomes of people living with type 1 diabetes and informs clinical decision making. ولكن في النهاية لازم نؤكد ان الevidence based approach بيقول لنا individualization is the mainstay. It is mandatory for diabetic children to foster an evidence-based practice. Let us aim to achieve the triangle of diabetes care for children and adolescents with type 1 diabetes by improving the glucose levels, by limiting the glucose variability, and by avoiding hypoglycemia. Thank you very much.